السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تدريبات على القسم 2 حفظ الزخم من 11 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. 8 رايحة. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ وطبق مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. التكرار يساعد على الفهم ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. اصطدمت سيارة كتلتها 1923 كيلوغرام تتحرك شمالا بسيارة كتلتها 1345 كيلوغرام تتحرك شرقا بسرعة 15.7 متر لكل ثانية. فلاحظ وانا عم بقرأ عم برسم، لأني قرأت المسألة مرتين ثلاثة حتى ركزت فكرة الحل في ذهني. رسمت متجهات كمية الزخم، فالتحمتا معا ثم تحركتا بسرعة. التحمتا معا، بدك تحط تحت خط ثم تحركتا بسرعة متجهة 14.5 متر لكل ثانية بزاوية ميل 63.5. هل كانت السيارة المتحركة شمالا متجاوزة حد السرعة اللي هو 20.1 متر لكل ثانية؟ السيارة بعد اصطدام السيارتين حيلتحموا مع بعضهم ويصيروا وفق المتجه الأحمر. المتجه الأحمر بيمثل كمية حركة الجملة قبل التصادم، والسيارتين حيتحركوا بوفق لكمية الحركة هذه. فحتكون الزاوية مع المحور X 163.0، حتكون الزاوية بين كمية الحركة للسيارة الأولى وكمية الحركة للجملة هي 26.5. فبيكون وانت بتعرف انه كمية الحركة قبل يساوي لكمية الحركة بعد، وبتعرف انه ظل الزاوية 26.5 تساوي المقابل على المجاور. المقابل عبارة عن M2 في VI2 على M1 في VI1. نحن بدنا من هذه المعادلة VI1 السيارة. إذا هل كانت السيارة المتحركة شمالا كانت، إذا كلك قبل قبل التصادم، فبيعطيك في واحد بتساوي، يعني أخذتها من هذا فبتطلع في 1.22 متر لكل ثانية. إذا هل كانت السيارة المتحركة شمالا متجاوزة حد السرعة؟ نعم متجاوزة حد السرعة. وفي رعاية الله.